السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية، المختبر الثالث من الكيمياء الحياتية سيلفانوف تيست. ننتبه رجاء طلاب على اللفظ سيلفانوف، الدبليو هنا سايلنت ما تلفظ، فالتيست ينلفظ سيلفانوف وليس سيلوانوف. المختبر الثاني العفو الثالث اللي هتساعدنا بالكيمياء سيلفانوف يميز لنا بين السكريات الألديهايدية والسكريات الكيتونية. الأوبجكتيف الغرض من التجربة سيلفانوف تيست is used to different between sugar that have a keto group and sugar that have an aldo group. أخذت بالنظري وعرفت شنو يعني من نقول aldo sugar وشنو يعني من نقول keto sugar. من نقول aldo sugar يعني يحتوي مجموعة ألديهايدية، ومن نقول كيتو شوغر يعني يحتوي يعني سكر يحتوي على مجموعة كيتونية. الآن أني أريد أميز بتفاعل، فإذا ما كان السكر هذا اللي عندي سكر ألديهايدي يعني يحتوي مجموعة ألديهايد أو يحتوي على مجموعة كيتون فأسميه سكر كيتوني. نخلي بالنا معلومة هاي تثبتها عندك، إنه السكر الكيتوني الوحيد اللي نشتغل عليه واللي نعرفه موجود هو الفركتوز. فمدام احنا قلنا الفركتوز هو السكر الكيتوني الوحيد، اذا اني هنا بشغلي راح اميز عن وجود الفركتوز او اكشف عن وجود الفركتوز باعتباره هو السكر الكيتوني الوحيد اللي عندي اقدر اشتغل به. سكر كيتوني وبنفس الوقت هو سكر سداسي يعني يحتوي 6 ذرات كربون، فبالتالي نقدر شو نقول؟ نقول this taste يعتبر هذا التيست ينطيني تفاعل المن للسكريات الكيتونية كيتو هيكسوزز سكر كيتوني سداسي. نرجع الأوبجكتيف مالتنا الغرض من تجربتنا لهذا اليوم أميز بين السكر الألديهايدي والسكر الكيتوني. من نقول شنو يعني سكر ألديهايدي شنو سكر كيتوني، تقول السكر الألديهايدي اللي يحتوي مجموعة ألديهايد، أما السكر الكيتوني المجموعة الفعالة اللي تكون به هي مجموعة الكيتون. أسألك من هو السكر الكيتوني الوحيد اللي عندي وينطيني نتيجة موجبة مع هذا التفاعل، راح تقول لي هو الفركتوز السكر الكيتوني السداسي اللي أقدر أشتغل عليه وينطيني نتيجة موجبة مع سيلفانوف. أما السكريات الباقية فهي سكريات ألديهايدية ما تتفاعل مع سيلفانوف. الرياجنت مالتي اللي أشتغل عليه سيلفانوف رياجنت من شنو يتكون؟ من أقول لك من تجي بالتقرير تريد تكتب لي الماتيريالز المواد اللي راح تشتغل عليها. السكريات حسب شغلنا بالمختبر شنو المحاليل اللي موجودة قدامك تخليها، لكن الرياجنت سيلفانوف رياجنت أنت مطالب تقول لي هذا سيلفانوف منين أجي. فسيلفانوف منين اجى؟ من إذابة 0.05 جرام من الريزورسينول، مادة كيميائية اسمها الريزورسينول، مذوبيها in 100 مل من الديستلد ووتر containing 33 مل من HCl. يعني شنو؟ يعني أني أوزن مادة الريزورسينول بالوزن الموجود قدامي 0.05 جرام، أذوبها ب 100 مل من الماء المقطر، وهاي الميت مل مو كلها كاملة ميت مل وإنما 33 مل من عدها HCl. بهاي الطريقة أني حضرت كاشف السيلفانوف. هسه الريزورسينول مو بس تكتب لي هايش، أقول لك تقول لي الستركتشر مالته مرسوم قدامك هي أنا واضح. هذا الستركتشر مال الريزورسينول، العفو، هذا الستركتشر مال الريزورسينول. حلقة بنزين، شوف التعويضات الأرقام 1 2 3 4 5 6 هاي توزيعات الذرات مال الكربون والأواصر المزدوجة، إذن هاي حلقة بنزين. بالموقع ميتا بالنسبة للترقيم مال حلقة البنزين هذا يعتبر ميتا. بالموقع ميتا عندي داي هيدروكسي مجموعتين من الهيدروكسي داي هيدروكسي بنزين، هي الحلقة وحدها هاي بنزين، من خليت هنا OH وخليت هنا بالموقع ميتا OH فايش أسمي ميتا داي هيدروكسي بنزين. هذا الاسم العلمي للريزورسينو، أما الاسم الشائع أو الاسم التجاري هو اسم ريزورسينو. هاي توضيح لك حتى من نسئلك السيلفانوف شلون تكون شلون حضرنا تعرف شلون تجاوب.
أما بالنسبة للسكريات اللي راح نستخدمها بالمختبر، فأكيد مع هذا الرياجنت راح أحتاج إلى سكر ألدهايدي وأحتاج إلى سكر كيتوني، لأن باعتبار أني دا أريد أميز بيناتهم، أشوف منو اللي المجموعة تتفاعل أسرع مع كاشف زلفانوف. راح نجي الآن على البرنسبل أو الأساس التفاعل مالتي، شلون حيصير التفاعل؟ أنا حضرت الرياجنت، عرفت الرياجنت مالتي بحامض HCl وبمادة مادة الريزورسينول. الآن ضفتها على سكر ألدهايدي وجي ضفتها على تيوبة بيها سكر كيتوني، أي كان الاسم مالته. إيش حيصير عندي التفاعل؟ شلون راح يتم؟ من أول مختبر من مولش قلنا في أي حامض قوي نضيفه للسكريات، الحامض يسوي ديهايدريشن للسكر ويحول إياه إلى مركب الفورفورال أو أحد مشتقات الفورفورال. نفس الفكرة حصير هنا، باعتبار أني بالرياجنت مالتي ضايفة حامض الـ HCl المركز. ننتبه the concentrate HCl حامض الهيدروكلوريك المركز اللي راح نضيفه إلى السكر الكيتوني حيسوي له شنو؟ حيسوي له dehydration أيضا، حيسحب من عنده جزيئات ماء ويكون لي إلى يحوله إلى الفورفورال derivative، يعني حيحوله إلى مشتق الفورفورال. هاي إذا كان عندي سكر كيتوني more rapidly than aldose، يعني الكيتون السكر الكيتوني يتفاعل أسرع من الألدهايدي. فتخلي ببالك إنه هنا مو الألدهايدي ما يتفاعل، لا يتفاعل، لكن الكيتوني هو اللي يتفاعل أسرع من الألدهايدي. فبهاي الحالة لازم شو نسوي؟ ننتبه على وقت التفاعل مالتنا، وهسه أنبهك بالشرح شلون ننتبه على وقت التفاعل. These derivative هذا المشتق حيكون، يعني بعد ما تكون عندي الفورفورال، الفورفورال قلنا احنا من البداية انه هو مركب غير ثابت وغير مستقر، راح يكون لي كومبلكس ويا من مع الريزورسينول حتى يكون المعقد الاحمر اللون احمر، او يكون يطلع لك مرات بني محمر. بالحالتين الشغل عندك انت صحيح، اذا طلع لك احمر او بني محمر. فالغرض من تجربتنا او التفاعل مالتنا انه حيصير عندي dehydration للكيتو هكسوزيس للسكريات الثلاثية الكيتونية، يحوله الى شكل الخمسة هيدروكسي مثل فورفورال. الخمسة هيدروكسي مثل فورفورال هي راح تصير عندها رياكت تتفاعل مع الريزورسينول، وبهاي الحالة تكون لي المعقد الريد برودكت اللي لونه احمر. التفاعل هذا لازم يتم بشنو طلاب؟ بدقيقتين، 2 minutes، كلش 3 دقائق يطلع لك المفروض اللون الأحمر أو البني المحمر. بعد ال5 دقائق إذا تركت التيوب بالووتر باث أكثر من 5 دقائق، راح الألدوهكسوسيس السكر الألدهايدي راح يتفاعل وياه وينطيني نتيجة موجبة لكن تكون كاذبة. فننتبه بشغلنا إن شاء الله سيلفانوف إنه وقت التفاعل مالتي من أحضر التيوبات، سواء أنا ما أعرف، يعني باعتبار داخل مختبر هذا النون ما أدري هذا شنو مالتي، هذا الدوزز أو كيتوزز، بس أحضر التيوبات اثنيناتهم، أضيف هنا 1 مل من السكر الألدهايدي، هنا 1 مل من السكر الكيتوني، أرجع أضيف عليهم 0.5 مل من سيلفانوف، وهنا هم 0.5 مل من سيلفانوف، اثنينهم أخليهم بالووتر باث، ولازم بويلينج ووتر باث، حمام مائي مغلي لازم درجة حرارة عالية، أخليهم بويلينج ووتر باث وأنتظر. إذا خلال 2 إلى 3 دقائق تحول اللون إلى أحمر أو بني محمر، يعني هذه التيوبة سكر كيتوني. أما إذا بقى اللون عندي ورا 2 دقائق ما تغير فهذا سكر ألدهايدي. بعد 5 دقائق أتركه، إذا ورا 5 دقائق التيوبة هاي اللي منطتني بالبداية تغير لونها وتحولت إلى بني محمر، تقول هذا ألدهايدي وهسه تفاعل، يعني أكدنا أنه هذا سكر ألدهايدي، لأن بعد 5 دقائق يتفاعل. لكن من هو اللي rapidly react اللي يتفاعل بسرعة؟ هو السكر الكيتوني، يتفاعل خلال 2 إلى 3 دقائق وتنطيني نتيجة موجبة.
المعادلة هاي قدامكم طلاب اللي توضح صيغة التفاعل هذا. لازم تنحفظ الستركتشر مال السكر الكيتوني اللي هو الفركتوز، هذا السكر الكيتوني، هذا الفركتوز، سكر كيتوني سداسي. شلون سداسي طالب يسأل؟ نقول له هاي السي رقم واحد، هاي السي رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، وهاي السي رقم ستة. هذا الفركتوز سكر كيتوني سداسي بوجود الحامض، هاي الاتش معناها اكو حامض اللي هو حامض HCl، بوجود الحامض حيسوي لي شنو؟ ديهايدريشن للسكر، ويسحب من عنده 3 جزيئات ماء كما موضحة هنا. هاي سحب 3 جزيئات ماء، بعد ذلك هاي 3 جزيئات ماء حولت لي السكر الى شكل الخمسة هيدروكسي مثل فورفوران. هذا شفنا وين هذا التركيب؟ شفناه بكاشف مولش. قلنا السكر السداسي الحامض من يسحب من عنده مي يتحول إلى شكل الخمسة هيدروكسي مثل فورفوران. هذا المركب نعيد ونقول غير مستقر وغير ثابت، يبحث عن الاستقرار. راح يرتبط ويا من؟ منو موجود عندي بالكاشف؟ مادة الريزورسينول. راح يرتبط، ننتبه طلاب، مع وحدتين أو جزيئتين من الريزورسينول. يعني كل جزيئة من الفورفورال تسحب جزيئتين من الريزورسينول ترتبط معها. هاي مركب الريزورسينول راح يرتبط مع الخمسة هيدروكسي مثل فورفورال، والعملية تصاحبها سحب 3 جزيئات مي أيضا. بالتالي راح يتكون عندي هذا المعقد اللي طالع قدامك، هذا البني المحمر. مطلوب منك حفظ الستركتشر مالته، جزيئتين من الريزورسينول مع جزيئة السكر راح يطلع عندي هذا المعقد المحمر او البني محمر. هذا كل ما يخص مختبرنا. بالنسبة للبروسيجر إن شاء الله بالمختبر راح تأخذه، والبروسيجر ثابت مثل باقي المختبرات اللي فاتت، يعني هي تيوبات اثنين ونضيف لها السكريات اللي نريد نكشف عنها، ونضيف لها الرياجنت وظروف التفاعل داخل المختبر نشرحها. كل اللي مطلوب منك طلاب، انت ان شاء الله باكر عندك كويز بحيل الله بهاي المادة اللي نزلت لك اللي هو كاشف سيلفانوف. اعتقد ما مطلوب منك اسم التجربة، الغرض من عندها انه اميز بين السكر الأديهادي او كيتوني، مو شرط تحفظ الاوبجكتيف كله اللي موجود عندك، فقط انه تقول to distinguish between doses or ketosis sugar. هذا كلش كافي علينا. تحفظ الغرض من التجربة، والرياجنت ايضا مهم. الرياجنت قلنا يتضمن انه شلون احضرت الرياجنت سيلفانوف من إضافة الريزورسينول مع الماء، الماء المقطر بوجود حامض الـ HCl، والستركتشر مال الريزورسينول سهل، أيضا مطلوب من عندك الحفظ مالته. أما البرنسبل مالتنا أساس التفاعل اللي هو يشرح هاي المعادلة اللي مذكورة أمامك، قلنا عندنا سكر، أرجع أعيده مرة أخرى، هذا سكر كيتو هكسوزيس، يعني سكر كيتوني سداسي اللي هو الفركتوز. أذكرك أنه أني أكدت من هو السكر اللي راح أكشف عنه؟ الفركتوز، يعني سيلفانوف يتفاعل فقط مع الفركتوز لأن هو السكر الكيتوني الوحيد، فتفاعله مع الفركتوز هو اللي ينطي النتيجة الموجبة. شلون تكون النتيجة الموجبة؟ لون المحلول يطلع أحمر أو بني محمر. فهذا الفركتوز مثل ما واضح قدامك، إضافة الحامض إليه تؤدي إلى سحب 3 جزيئات ماء وتحوله إلى مشتق الفورفورال اللي اسمه 5 هيدروكسي مثل فورفورال. هذا قلنا غير مستقر، راح يرتبط مع جزيئتين من الريزورسينول، هياتها موجودة هنا، موجودة همينة بالكاشف مالتي، وهاي الجزيئات من ترتبط مع الخمسة هيدروكسي مثل فورفورال تحوله إلى هذا المعقد المحمر أو البني محمر. تسحب إن شاء الله عندك الملزمة هسه، راح تنزل لك المختبر، راح ينزل لك PDF تسحبه ويا المحاضرة اللي نزلت لك هسه صوت، تأشر بس على الشغلات المهمة اللي المطلوب الحفظ مالتها، انه منو ينطي موجب منو ينطي سالب، الاوبجكتيف الغرض من التجربة، الفركتوز، رسم الفركتوز حاليا، المعادلة هسه يعني يمكن صعبة تحفظها، الفركتوز مطلوب الرسم مالته ضروري الباكر تحفظه، الريزورسينول
ضروري تحفظه، احتمال يجيك من عنده سؤال بالكوز همينه. هاي الشغلات الضرورية تجيب وياك ورقة فارغة مال التقرير، وأنبه وأكد على أنه أنت باكر لازم تسلمني تقريرين، واحد مال مولش وواحد مال الأيودين والكويز بهذا سيلفانوف الجديد اللي نزل لك هسه. هاي اللي مطلوب من عندكم طلاب فيما يخص المختبر. شكرا جزيلا.